فقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. المساجد موجودة، لكن أين المسلمين؟ هذه مشكلتنا، أين المسلمين؟ الله العيب فينا، العيب ليس في دين الله عز وجل. نحن المذنبون ونحن المفرطون، العيب فينا، العيب فينا. فلنعود إلى دين الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. حافظوا على الصلوات، هذا أمر من الله عز وجل لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحافظ على الصلوات، أن يحافظ على الصلوات في ركوعهن وسجودهن وأوقاتهن. هذا أمر الله عز وجل، لأن الصلاة يا ناس فرضت فوق سبع سماوات، أما باقي الشرائع ففرضت في الأرض لقيمتها ولعظم شأنها. وكثير من المسلمين تجده لا يعطي قيمة للصلاة، وبذلك فذلك ينعكس على حياته وعلاقته بربه. أنت تعطي قيمة للصلاة، الله سبحانه وتعالى يرفعك درجات ويجعلك تعيش حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة لا ضنك فيها ولا شقاء. أما إن كنت من الذين يفرطون في هذه الصلوات، فقد بين الله سبحانه وتعالى أن له الويل، والويل ونار في جهنم نعوذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد فرض هذه الصلاة على المسلمين، على المتقين، على المؤمنين الذين يريدون التقرب الله عز وجل. واعلموا يا ناس أن صلاتنا لا تزيد شيئا في ملك الله عز وجل ولا تنقص منه شيء. الصلاة نور، نور تنير طريقك المظلم أيها المسلم في هذه الحياة الفاتنة، هذه الحياة الكثيرة الضنك والكثيرة الهم والغم والمشاكل. فعودوا إلى ربكم، فعودوا إلى ربكم إن كنتم تريدون الحياة الدنيا حياة طيبة، وإن كنتم تريدون النظر إلى وجه ربكم سبحانه وتعالى يوم القيامة وجوه ناظرة، أي منيرة مشرقة إلى ربها ناظرة.